اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. الادبيات السياسيه والادبيات الجنائيه تعرف الاغتيال على انه عمليه قتل منظمه ومتعمده تستهدف شخصيه مهمه ذات تاثير فكري او سياسي او عسكري او قيادي، ويكون مرتكز مثل ما تقول هذه الأدبيات مرتكز عملية الاغتيال عادة أسباب عقائدية وسياسية واقتصادية وانتقامية تستهدف شخصا أو أشخاص معينين. يعتبر منظمو الاغتيال عمليات الاغتيال أن هؤلاء هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص يقفون عائقا في طريق انتشار واسع لأفكارهم أو لمشاريعهم أو أهدافهم، وتتراوح الجهة المنظمة لعملية الاغتيال من شخص واحد فقط إلى مؤسسات كثيرة وحكومات. طبعا مصطلح الاغتيال يستعمل أيضا في إطار أدبي لوصف حالة من الظلم والقهر، وليس القتل الفعلي يعني مثل ما أشرنا إليه، كاستعمال تعبير اغتيال وطن، اغتيال فكر، اغتيال قضية، اغتيال الطفولة، هكذا نستخدمها في التعبيرات الأدبية والتعبيرات المجازية. هي بالعراق طبعا تبرز صورة الاغتيالات بأبشع صورها منذ عام 2003، عام احتلال العراق. في هذا العام كل شيء تم قد فقد، وكل شيء حصل به انفلات هائل جدا، كل المستويات السياسية والاقتصادية الاجتماعية هناك انفلات كبير، ومن ضمنها الجانب الأمني كان هناك انفلات كبير جدا وفوضى عارمة. أمريكا التي احتلت العراق ساعدت على أن تؤجج هذه الفوضى، وسمتها فيما بعد الفوضى الخلاقة التي ستصنع عراقا جديدا وربما ستشمل المنطقة كلها مثل ما تحدثوا. لكن واقع الحال انه هذه الولايات المتحده الامريكيه التي احتلت العراق عام 2003 شجعت على صناعه ونمو وتاسيس وتوسع شبكات من عصابات وميليشيات متخصصه بالقتل، فرق القتل، شجعت على قيامها لزياده هذه الفوضى لتخريب البلد لتدميره. ودخلت ايران على الخط فكانت هي الاداه الأمثل لتنفيذ هذه الاغتيالات، تنفيذ هذه العمليات، عمليات القتل. في ظل تنامي يعني فقدان الأمن، غياب القانون، شهدنا يعني تحرك لفرق الموت فيما بعد يعني في عام 2003 عام احتلال العراق وما بعده لغاية اليوم، تحركت على كل الساحات بيسر وسهولة وهي محمية، وبدأت بقتل العراقيين، بدأت باستقصاد عمليات الاغتيال هذه واستقصاد الكفاءات، الأكاديميين، الأطباء، المثقفين، العلماء، أصحاب الخبرات، هكذا جرت الأمور يعني. والقوائم تتحدث عن أكثر من 6000 عالم وأستاذ جامعي قتلوا وتم اغتيالهم بهذه الطريقة، آلاف من الطيارين والضباط العسكريين، آلاف من المهندسين، ربما نقابة الأطباء تحدث عن 350 طبيب تم اغتيالهم. هذا الأمر جعل آلاف مؤلفة، أكثر من 17000 عالم عراقي هاجروا العراق، أكثر من 20000 طبيب غادروا العراق، أكثر من نصف المهندسين الموجودين في العراق غادروا العراق، المثقفين، الصحفيين، الإعلاميين، الكتاب أغلبهم غادروا العراق لأن عمليات الاغتيال تطالهم. كانت هناك فرق موت تستقصد تصفية العراق من كل فكر، من كل قدرة على النهوض، كل قدرة على التفكير. فبالتالي عمليات الاغتيال صارت واقعا ثابتا، ظاهرة يعني ظاهرة واضحة جدا في المجتمع العراقي. وصرنا في أيام معينة نرى أكثر من 300 إلى 350 جثة يوميا في الشوارع، مرمات في الشوارع ولا أحد يعرف من قتلهم. هكذا المثير في هذا في هذه الأمر أن الكثير من عمليات الاغتيال التي جرت كانت تجري من قبل أشخاص يرتدون الملابس الرسمية، الملابس العسكرية الرسمية لقوات الأمن والقوات العسكرية، وكانوا يتنقلون بواسطة وسائل التنقل
الحكومية ويستخدمون السلاح الحكومي وهويات وباجات و يعني وسائل تعريف حكومية. فبالتالي هي الحكومة مشتركة، أجهزتها ومؤسساتها مشتركة في عملية الاغتيال، هذه العمليات الاغتيال. لذلك عندما نسمع اليوم مثلا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يقول في معرض حديث عن الاغتيالات: لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي لتعكر صفو الأمن والاستقرار. قد يبدو هذا الكلام للبعض المغيب عقولهم أو بسبب عواطف ما يحدث، ربما يعتقد أن هذا الكلام يعني حالة تعبر عن قوة وقدرة، وأن ما سيتم اتخاذه من تدابير ستؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة وعلى عدم عودتها. هذه الظاهرة أولا لم تختفي لكي تعود، هي موجودة والاغتيالات مستمرة، لكن الحديث عنها ربما هناك تعتيم عليه، ولا مئات يقتلون يوميا بالاغتيالات. هذه مصيبة كبيرة. لكن الكلام هذا يجعلنا نتساءل، يعني هل يمتلك الكاظمي هذا القدرة على يعني القدرة والإرادة والقوة على القضاء على العصابات والميليشيات التي تختال الناس، التي تقوم بالاغتيالات هذه؟ هل يستطيع أن يسحب السلاح ويحصر السلاح بيد الدولة؟ وإذا ما حصره بيد الدولة، بيد مؤسسات الدولة، هل يمتلك القدرة على ضبط مؤسسات الدولة أن لا تقوم بمثل هذه العمليات؟ بمعنى أنه هذه المؤسسات التي قامت أمنية وعسكرية، هل قامت على أسس معينة غير طائفية وغير فئوية وعلى أسس وطنية لكي يتم الاعتماد عليها في القضاء على هذه الظاهرة، أم أنها ستكون شريكة في هذه الظاهرة؟ هذه الحقيقة. أنت تريد شيئا وواقع الحال شيء، تتحدث عن شيء وواقع الحال شيء آخر. إذا كان الأمر يعني كذلك، فأين يعني قوائم قتلت من قتلوا، من تم اغتيالهم طوال 17 سنة؟ ودعنا من 17 سنة، أين قوائم من اغتالوا الشباب العراقي هذا الجميل في ثورة تشرين؟ أكثر من 1000 شاب قتله، وأكثر من 30,000 جرحوا، المئات قتلوا أمام بيوتهم بواسطة ميليشيات وفرق قتل، فرق موت، البعض منهم كان يغطي وجهه، والغالبية بوجوه مكشوف ولا يخافون من أحد، ويستخدمون وسائل النقل الحكومية وهويات الحكومية وملابس الحكومة. أين هم القتلة؟ ما زالت لجان تحقيق مشكلة، وإذا أردت أن تسوي شيئا في العراق فشكل له لجنة لكي تضيع الحقيقة. هذا واقع العراق. عفوا، القوى الأمنية والقوى الميليشياوية صورة واحدة، لا يمكن أن يكون الجلاد هو القاضي، ولا يمكن أن تكون هذه القوى مشروعا للنهوض بالعراق وأمن العراق، وهي قد ساهمت في خراب العراق وضياع أمر العراق، ولها مصلحة في الفوضى في العراق. هذا واقع العراق، واقع العراق، وهذا الذي جعل منظمة هيومن رايتس ووتش المختصة بحقوق الإنسان تتحدث، تقول أن العراق بلد يشجع على الإفلات التام من العقاب للجماعات التي ترتكب الانتهاكات الجسيمة، فيتمكنون من قتل أي شخص دون محاسبة. وتلك هي خلاصة الحديث. أشكركم، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.